A long story started in 1993 when we first established a liaison office in order to assist the local technical society with our building systems, the Knauf building systems. مصر عندها من أكفأ الجبس اللي في العالم كله. نتكلم في بياض، بنتكلم في بيوريتي أكتر من 90-95%. ده طبعا الجبس ده موجود على مستوى الجمهورية، بس أحسن خامات موجودة بكميات مهولة في سيناء، وده كان سبب من الأسباب اللي لازم يكون عندنا مصنع في مصر. احنا حريصين على الانتاج بالتكنولوجيا الالمانيه واليوروبيان ستاندرد، وفي نفس الوقت حريصين على الانتاج يتلائم مع متطلبات السوق المصري والجوده المطلوبه في السوق المحلي. تجربه النجاح بتاعتنا بدات ب 45,000 يورو سنه 2003. النهارده استثماراتنا بتقدر بحوالي 50 مليون يورو. وبعد النجاحات اللي حققناها في الأسواق المصرية والأسواق المجاورة، قررنا إن احنا نزود الاستثمارات بتاعتنا في خلال السنة المقبلة ب 30 مليون يورو كمان. كناوف كشركة رائدة في صناعة أنظمة البناء الحديث في السوق المصري في العالم كله، بتحاول دايما إنها تدعم متخذين القرار بالأنظمة المتكاملة سواء في الحلول الهندسية أو في أنظمة البيزنس في مصر. بمجموع الأنظمة المتكاملة اللي كناوف موجودة عندها في مصر، كناوف بتقدر تنافس في السوق المصري في أكثر من 250 مشروع، وتعتبر كناوف هي البديل الحقيقي المستقبلي لأنها تكون بدل أنظمة البناء التقليدية من الطوب أو الحجر. احنا كفريق تسويق بنجتمع بشكل دوري مع فريق المبيعات علشان ندرس احتياجات السوق وبالتالي نقدر نوفرها. من الدوافع الأساسية لنجاح شركة كناوف هي التزام موظفينها وحبهم لشغلهم. I am Knauf. I am Knauf. I am Knauf. I am Knauf. I am Knauf.